السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج سيباوي. اليوم موضوع حلقتنا راح نتكلم عن الفساد في عمان، فخلوكم تابعين معنا وبعد هالفاصل نلتقي ونكمل حديثنا. أعزائي المشاهدين، ما هو الفساد الذي نراه في عمان؟ الفساد هو ذلك الذي تشاهدونه من اغتصاب للسلطة وللإرادة الشعبية والتحكم بالشعب وثروات البلد بدون حسيب أو رقيب، أو أيضا بدون أرقام معلنة أو محاسبة حقيقية وعلانية للمختلس. غير ذلك لا توجد عقوبة مشددة ضد من اختلس. طبعا أعزائي، الفساد كان جزء من سياسة الإنجليز في عمان، وذلك في إطار فرض سيطرتهم وشراء الذمم أو ذمم البعض من أبناء الوطن ليتسنى لقابوس والإنجليز من استغلال موارد الوطن بكل أريحية، وذلك من خلال شركات تم إنشاؤها لبناء الوطن وسرقته في آن واحد أمام الشعب بمسمى مشاريع تنمية. مثال على ذلك يخبرني أحد الأشخاص الذين توفوا حينما كان يشغل منصب مدير عام في إحدى المؤسسات، وكان عضو أول مجلس لتطوير عمان، وقد عرض عليه أن يشارك في الفساد ورد قائلا: أنا جيت أبني البلد ما جيت أسرقها. وتم بعد ذلك التشكيك بولائه لدى السلطان قابوس ليتم إقصاؤه من منصبه ومكانته وتهميشه وإرساله إلى أرشيف وزارة الخارجية. غير ذلك أعزائي المشاهدين، الشركات المملوكة لضباط الأمن والوزراء والوكلاء ومدراء العموم ومن في مستواهم، فقد شاع فيهم الفساد واستغلال علاقاتهم فيما بينهم، والمواطن الفقير يرمى له الفتاة. أعزائي، إحدى علامات الفساد الطبقية الاجتماعية التي عززها الفساد من خلال مناصب شرفية، كمثال منصب شيخ، والي، التاجر الفلاني، الكل كان شريك في تجهيل الشعب ونهب ثرواته. أوجه ثانية للفساد تتمثل في مسألة الملاحظين إخوتي، ذلكم الغلمان الذين يلبسون من الألوان العجب ويأخذون من عطايا السلطان وأموال الشعب بلا حسيب وعلى الملأ والكل يرى، فيتنعمون بتلك القصور التي يسكنونها وتلك السيارات الفارهة وتلك السفرات الخيالية. ويتمثل شكل ثاني من أشكال الفساد في ذلك المشهد حينما ترمى رزم الأموال للمواطن الفقير وهو يركض وراء سيارة الحرس السلطاني العماني، فيا له من مشهد مشين ومهين للمواطن العماني للأسف، وقد رضى به البعض. إخوتي، أيضا إحدى أوجه الفساد تتمثل في مجلس شورى متمكن، فعدم تمكين المجلس من ممارسة صلاحياته الدستورية لا أمر مشين، فحرمان المجلس من أدواته البرلمانية ودوره في المحاسبة والرقابة إنه لفساد لا يغتفر، فكان من الأولى أن نثقف أجيال سبقت
فأنا مثال من جيل الثمانينيات ولم أتثقف سياسيا ولا حتى برلمانيا، وليست لي دراية بمجلس الشورى حتى أن بلغت. فكيف لنا أن نقبل مجلس شورى أنشئ عام 1991 ليحل محل المجلس الاستشاري للدولة آنذاك، والذي مارس صلاحياته من 1981 إلى 1991، فثلاثون سنة، قرابة 30 سنة على إنشاء مجلس الشورى، ولا زال هناك جيل لا يفقه في الأدوات البرلمانية والأدوات السياسية وحقه كفرد من أفراد المجتمع. وأيضا إحدى أوجه الفساد تتمثل في ضابط في الجيش العماني يخبرني عن ضابط إنجليزي كان مهندس طائرات حربية آنذاك في مطلع الثمانينات، ويقول لي كان هذا الإنجليزي الضابط يطلب قطع غيار لأموره الشخصية، كقطع غيار قارب أو قطع غيار سيارته الشخصية وقاربه الشخصي، وتشحن له على أساس أنها قطع يطلبها الجيش، وكل هذا كان من الوطن وثرواته والتي لم يحاسبه عليها أحد. أيضا إخوتي، البعض ينادي المرحلة الصعبة هذه والاقتصاد المتهالك بالتركة التي توارثها السلطان الحالي من السلطان السابق، وأنا أقول لهذا المثقف هي فعلا تركة، وكلامك يؤكد واقع نحن نعيشه، ألا وهو أننا في بلد يتوارثه شخص إلى شخص. والبعض يقول لا فرق بين المرحلة السابقة والمرحلة الحالية، ولكن هناك منظومة واحدة ومنهج واحد في كلا المرحلتين، فمن الصعب أن نفرق بين المرحلة السابقة والمرحلة الحالية. حقك في الانتقاد وحرية التعبير فذلك فساد. الانتقاد شيء صحي يجب أن يكون في المجتمع لبناء البلد، وهو حق مشروع، والدليل القوانين الدولية وشريعة الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن ننتقد لكي نظهر حرصنا على هذا البلد، فبدون انتقاد لن نستطيع بناء أي بلد أو أي حضارة نقيمها على أرض عمان. فأتمنى أعزائي المشاهدين والمتابعين أينما كنتم أن تستقبلوا هذا الكلام بصدر رحب وتعوا مغزى كلامي، فالمصلحة هي عمان وكلنا نعمل لأجل عمان، وكل بمنظوره وكل بفكرته، فنحن نتشارك الحق في حرصنا على عمان وكل بطريقته. فلا يجب أن تكون طريقتي في الانتقاد تشبه طريقتك أنت في الانتقاد، أو منظوري لعمان أو فكرتي لعمان قد تتشابه مع فكرتك لعمان، فقد أكون أنظر لعمان بطريقة مختلفة وأريدها بطريقة مختلفة وأسعى لذلك، ولا يجب أن تمنعني، كما أنه لا يجب أن أمنعك من حقك في السعي لترى عمان كيفما تشاء. والحكم هو الإرادة الشعبية في الأخير، هي من تحدد كيف عمان
ستكون بعد سنين. عندما نتحدث عن المسؤول وانتقاده، فهو مسؤول في الأخير، فهو ليس بصاحبي أو زميلي، ويجب عليه أن يتحمل الانتقاد بحكم منصبه ولأنه شخصية عامة، ويجب أن يتعامل مع الانتقاد بصدر رحب وبدون حساسية، فتلك ضريبة المسؤولية ويجب أن يتقبلها. فما دام أنه شخصية عامة فسيتوقع من العامة أن تتحدث عنه. أيضا الانتقاد طبيعة بشرية، حتى لو كان الشعب مرتاحا فسوف تجد من ينتقد، وطريقة الانتقاد تختلف من شخص إلى آخر على حسب ثقافته الشخصية ورؤيته ومنظوره للحياة، فلا نستطيع أن نفرض أسلوبا معينا على شخص ينتقد به. أيضا إخوتي، موضوع الاقتصاد أو الوضع الحالي للاقتصاد العماني إنه ليس موضوع مالي بل جائحة كما يقول البعض، ولكن في حقيقة الأمر إنه موضوع اقتصادي مالي اجتماعي، ويؤثر جدا على جيب المواطن ومقدرته الشرائية، فيجب علينا أن نسمح لهذا المواطن بأن يعبر. فأنت يا مسؤول أو أنت يا مشهور أو من تكون، إن لم تكن تمر في طائقة مثل حال ذلك العماني الفقير، فلا يحق لك أن تتحدث عنه وتشتكي منه. إما أن تؤازره وتقف بجانبه أو تصمت، فإنه خير لك وخير لي وخير لذلك العماني الفقير المتضرر. وهذا كان موجز مني أنا لكم، أطيب تحية وشكرا لكم على هذا الوقت، وتحياتي، تابعوني.